السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخنا، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. ليس سؤالي حول الموضوع وأنا آسف، ولكن أريد بيان حول مسألة، وهي أني سمعت من بعض المشايخ مثل الشيخ سليم الهلالي والشيخ أسامة القوسي أن صالح المنجد يميل إلى السرورية، وأنا أريد أن أعرف هذا، أن أعرف ماذا يقول علماء مملكة السعودية فيه، نظرا إلى أنه في السعودية الآن ولو كان من السورية أصلا. جزاك الله خيرا. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، وحياك الله وشكر الله لك. أنا لا أتحدث عن علماء السعودية لأني لا أملك ذلك، ولكن أحدث بما عندي، وهذه أرجو منك ومن أبنائنا وبناتنا المستمعين والمستمعات أن يفهموها عني. فأنا عندي عن الرجل مثل ما سمعته أنت عنه، أنه قطبي. نعم.